محمد اعطي رايك انا انت اقول تحكي. انا اقول سلبت المباراه من نادي الشباب صراحه من بدايه. من الطرد صراحه ما يستاهل الطرد سلبت اللاعب الكوري، تحكيميا؟ سلبت تحكيميا، لان الشباب اعتقد انه احنا لاعبين وعارفين انه الاشياء هذه، ان الحركه اللي صارت بينه وبين الراهب اللاعب الكوري هذا ما يحتاج عليها كرت، يحتاج عليها انذار شفوي. وهذه احنا المشكله الاولى اللي اخذ عليها الاصفر، اللي اخذ عليها الاصفر الاصفر اعتقد الاول. لا الراهب ولا اللاعب الكوري يستاهل هذا الطرد، برضه ما يستاهل انه بالدقيقه 33. احنا نقول يا اخي تعلم من الحكم الايطالي، الحكم الايطالي قاد المباراه يا اخي تقريبا. ما قاطعتك فهد، لا خليه يقول رايه. انا يعني اول مره اشوف حكم اكثر من 150 صافره بالشوط الاول، كل حركه 150 هذه محسوبه فوق ال 150. لا انا اقول لك فوق ال 150 تقديريا، يعني تقديري. كل شوي صافره، كل شوي صافره، كل شوي كرت. اعتقد انا كلاعبين لابد ان نترفز، انه لما يصير حكم ضدك بالشكل هذا ويطرد من كل لاعب بالدقيقة 33 وأسجل هدفين وبرضه يستمر، أعتقد أنه هذا يمكن الشباب. أنا أقول لك سلبت. خالد البلطان أنا عكس تصريحه أنه ما يمدح الحكم، أنه يقول بالدوري الإنجليزي أو كأس العالم هذا ما يحكم ولا بالدرجة حق تركه للأسف الشديد. لكن أنا المباراة صراحة سلبت من الشباب، صح أنه في أخطاء مدرب، لكن الشباب أعتقد أنه اللعيبة يمكن تنرفزوا، احنا لاعبين وعارفين ولاعبين قدام حكام بالشكل هذا يقصص دونك انك تنهزم او تطلع من جو المباراه، وهذا اللي صار اليوم للعبة الشباب. طيب عندنا رايين الان. فهد يرى ان التحكيم كان طبيعي جدا، محمد الدعي يرى ان المباراه سلبت من نادي الشباب تحكيميا.